في الحرب أشعل فرسان، في الحكم عدل وأمان. إنها قصة السلطان، اسمها فاتنة الزمان. لتكون حكمة عظيمة، أراد لقلبها أن يموت، نصبوا لها مكيدا، إما السلطنة أو يقود. يا أنسة اهدي شوي وخليني اشرح لك. لو كان بدي خليك تموتي ليش لحتى ارجع وساعدك؟ وبعتقد انك نسياني انه زنجورا مات على ايدي. انا قتلته لحالي، عم تفهم؟ وانت ما ساعدتني، ماني بحاجة حدا يحميني، ولا بدي اياك تكون حارسي الشخصي. حكي مفهوم؟ شو كنت مفكر انه انا رح صدق حكيك اللي ما في شي منه صح؟ طبعا لا. لا تصدقيني. طيب قليلي، مين اللي أنقذك من ماروش ومن سوق العبيد؟ أنت عملت هالمسرحية التافهة لتخليني صدقك، وفكرك أني أوقع بالفخ وتسلمني للقاتل وتقبض مكافأة منه. أنت ليش ساعدته للقاتل؟ لأنك طمعت بالمصاري؟ أنت بهالطريقة ما أنقذت حياتي، بالعكس أنت عرضت حياتي للخطر. أنا ندمانة، ندمانة لأني وثقت فيك، وللأسف طلعت شخص طماع وأناني. بس مع هيك عن جد أنا بتشكرك كتير، علمتني درس ما رح أنساه، ورح ضل متذكرته كل عمري، أني ما أوثق بأي إنسان وأعتبره صديق إلي. إن شاء الله الباب يقدر يطلعني من هون. كيف بتتجرأ توقف هون وتلمسني؟ بعد عني ولا تقرب علي بالمرة. أنا واثق إنه عقلك صار له شيء. معقول بنت مثلك ما بتفرق بين العدو والصديق الوفي؟ الصديق الوفي؟ الصديق ما بيخون وبيبيع بحجة المساعدة. وثقي بعدو وفي أحسن ما توثقي بصديق خاين. لهيك فكري بعقلك واهدي شوي. أنت مخططة تروحي على غازني. طيب، نحن طريقنا واحد، ورح أحميكي لتوصلي على غازني بأمان. طريقك مو على طريقي، ولا تحلم روح معك، وما بدي حدا يحميني، ولهيك اتركني امشي وبعد عني. روقي شوي، كأنك خلقاني بساحة قتال بتقاتلي كل اللي بتشوفيهم. أنا قصدي أني امدحك، ايه صدقيني، قصدي أنه أعجبت بطريقة قتلك للقزم، ولهيك بتستاهلي المدح. وانتي كمان بعتقد أنه لازم تمدحيني شوي. قليلي بالصدق، ما أنا اللي قلتلك على الطريقة لحتى تقدري تقتلي؟ ليش شو قلتلي؟ أحيانا ممكن تشوفي شخص تلاقيه طويل وبعدين تلاقيه قصير إذا شفتيه مرة تانية. أحمي عيونك منهم، العيون حساسين وما بيتحملوا أذى. صح أنك خاطرتي بحياتك وقتلتي، بس ما بصير تفكري أنك مانك بحاجة لحدا.
فكر كتير منيح بحكي. طريق على غازني لساته طويل. أنا رح رافقك لتوصلي بأمان. كيف فيني أثق بواحد غريب مستعد يبيع أي شي كرمال المصاري؟ يعني المفروض إنه بنت بجمالك يكون في عندها شوية ذكاء، بس قلة عقلك هي ما بتناسب جمالك أبداً. معقول ما فهمتي سبب تصرفي؟ ولو كنت خاين وطماع كنتي هلأ مدفونة بالأرض تحت التراب، والمصاري أنا أخدتهم لأنه ما بقدر روح على غازني إذا ما معي هالمبلغ. بصراحة أنت رجال كتير ذكي، بس حابة أسألك شغلة، شو اللي خلاك تساعدني وتنقذني من الموت؟ اللي عم أعمله مجرد واجب، وعم ردلك جميلك. هذا المبلغ هو تمن حياتك، زنقورة دفع لي إياه فلازم ينصرف عليكي. إذا حابب تعمل شي حتى تخليني وافق وروح، بتنفذ يلي رح أطلبه منك. أنا ما بعمل شي بدون مقابل. أنا رح أدفع لك. لك أن أطلبه. المطلوب إنك تدربني. دربك؟ إيه. وقت تقاتل في شي بطريقتك مميز وحلو، بدي منك تعلمني كيف قاتل، ومن بعدها بصير بقدر أحمي حالي منيح، وبصير بقدر واجه أعدائي. يا سلام، اللي فهمته من هالكلام بيعني إنه أنا العدو المدرب والفريسة كمان. أنا موافق. وهي مقابل يلي رح تعمله. ميرزا ما بيقبل الصدقات. هي مانا صدقة. بهالقطعة الغالية بدي اشتري الصديق الأمين والوفي. هي الصفقة بتناسبني. شايف السهم لوين وصل؟ المطلوب تطلعي لهنيك وتنزلي لتحت. هلا هيك بدك تعلمني؟ أنا ملاحظ كل ما بقول شي رح تعترضي. من شوي قلتي علمني، وهلأ مو عاجبتك طريقتي. لأني ما عم أفهم عليك. عن جد أنت شخص غريب، تكشف سري لماروش وبتنقذني من سوء العبيد، وكنت مستعد أنك تخاطر بحياتي، وطلبت من زنقورة مصاري وخنتني، وبعد كل هالشي ما قتلتني، وهلأ أنت وافقت تعلمني. فهمني كيف بدي قاتل. مو كل شي بيلمع رح يكون ذهب. بهي الطريقة ميرزا ألتونيا بيفكر يا أنسي. القتال في له أصول لازم تتبعيها، وأول هي الأصول أسئلة أقل وشغل أكتر. رح يجي يوم وتفهمي كل تصرفاتي، وتفهمي ليش قسيت عليكي،
مر على راسي ناس كتير، بس بشجاعتك وجرأتك وحب المغامرة ما شفت حدا مثلك. شو كنتوا مفكرين انه نحن هالقد ضعاف؟ انه ايدين البنات بس لازم يكونوا مزينين بالاساور؟ شفتوا بعينكم كيف قدرنا نربطكم بهالايادي المزينة؟ بس هداك اليوم شفت الخوف من الموت بعيونك، لانه في هذا الخطير لاحقني وبده يقتلني. لازم شيل هذا الخوف المزروع بقلبك، بدي اشوف الشجاعة والشغف يلي بيخلوا اقوى الرجال يضعفوا ينحني قدامك. طلبت مني اني اطلع لفوق، ليش سحبتني لتحت؟ طلعتك مو بهالبساطة. لازم تطلع على العمود انت وهالكياس. شغلتهم بسيطة، حتصلي اياهم. هي تاني فقرة بالاصول، ما منقول إنه منقدر، إذا ما فينا نعمله منسكت ومنجرب. ليش شو أول فقرة بالأصول؟ إنه التلميذ لازم يضل عم يحكي مع أستاذه أثناء التدريب. معنوياتك بتقوى. أنت عم تكذب. أنا بتذكر إنك قلت إنه أول فقرة هي الحكي بيكون أقل الشغل بيكون أكتر. مين اللي بيكذب أكتر؟ إذا بدنا نقارن، نحن الاثنين منطلع وجهين لعملة واحدة، اختلاف قليل والتشابه كبير. أنت غلطان بهالتحليل، أنا مستحيل كون بشبهك. هلأ اتأكدت اني كنت غلطان، لانه ما بوقع من التمرين الاول وبستسلم مثلك. القتال بده ناس اقوياء. واحد، اثنين، ثلاثة. يمكن سمعتيني لما قلتلك ما فيك تطلعي لحتى وصل للعشرين. الفقرة الثالثة من الاصول، الرئتين لما بيكونوا قوايا النفس اكيد رح يكون قوي. لا هالشي مستحيل. لكان قولي لي كيف رح تقدري تقطعي البحيرات والانهار والبراك. يا انستي بترجاك ارجعي لعند اهلك. بلش انت بلعب من اول وجديد، انا رح ارجع انزل على المي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 26، 27، 28، 29، 30. يا أنستي لك وينك؟ يا أنستي ليش وقفت عد؟ كان فيني طول أكتر وأحبس نفسي وضلني تحت أكتر بكتير. يا أنسي
يا أنسي يا أنسي. أنا نفذت الطلب. التلميذ جاهز للطلب الثاني أستاذ. أنت موجوعة. أنا هلا بدي بلش أقلق عن جد. لا تخاف علي يا سلطان، بس أنا في عندي إحساس إنه حدا صايبني بالعين، لأنه صار لي من فترة منيحة وأنا تعبانة وما عم صح وحاسة حالي عم بتقيل عليك. تركان اصحك تقولي هالحكي بزعل منك. أنتي ما خليتيني حس بالوحدة وكنتي جنبي بكل الفترة اللي غابت فيها عائلتي. فوراً استدعوا لي الطبيب الملكي. انتي ما تقلقي، رح تصيري منيحة بأسرع وقت. إذا تحكمنا بالتنفس بدك تقوي إيديكي وعيونك، خليهم على الهدف. رابع فقرة بالأصول، الأستاذ رح يحط علامة والتلميذ بيستهدف العلامة. رح علمك